طيب نروح نشوف بعد كده أخبارنا. وافق مجلس النواب أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي دون حد أقصى اعتبار من أول يوليو 2017. شكل وده طبعا برضو نفس الموضوع، يعني احنا بنتكلم كل ده في مجال ان الدولة بتحاول الى حد ما تقدم بعض الدعم بعض الخدمات للمواطنين، ان احنا طبعا في حالة غلاء جنوني، في حالة من عندنا التضخم عالي جدا يمكن في اعلى مستوياته في سنين عديدة جدا، يمكن ما سمعناش عن 30% لكن بدأ ينخفض زي ما احنا برضو عرفنا مع من الاستاذ عبد اللطيف، وصلنا لحاجة 29 او كده، برضو محتاجين ان هو ينخفض اكتر، لكن كل دي بنقول ان في جهود من الدولة انها إلى حد ما تسند المواطن المحتاج.